النداء، يعني النداء في اللغة العربية الطلب. تتكون جملة النداء من أداة النداء والمنادى وعلامة الترقيم ثم طلب أو نهي. نقول يا مهند اشرب الحليب. يا هنا أداة النداء، المنادى هو مهند، ثم علامة الترقيم، ثم طلب اشرب الحليب. نقول يا سلمى لا تسرفي في الماء. يا أداة النداء، المنادى سلمى، ثم علامة الترقيم، ثم النهي لا تسرفي في الماء. وهنا بعض الأمثلة على النداء. نقول يا صلاح اغسل يديك، هذا طلب. مثال آخر يا عزام لا تلعب في الصف، هذا نهي. مثال آخر يا فهد ضع التمر في الصحون، هذا طلب أيضا. والمثال الأخير يا ملك لا تنسي كتبك.